السلام عليكم طلاب الصف الثالث الإعدادي، أهلا وسهلا بكم في مراجعة سمارت. أول حاجة هنبدأ بيها النهاردة choose number one. They hurried to the station space missed the train. هم أسرعوا إلى المحطة وجايب لي هنا فراغ وبعد كده miss the train يعني يفوتهم القطر. عندي الـ choices هنا so that, in order to, not so as to, والاختيار الرابع not to. تمام، أنا عندي هنا هم هيسرعوا عشان يفوتهم القطر ولا لا يفوتهم؟ لا يفوتهم، يبقى أكيد أنا هختار not to أن لا أو لكي لا. number two. Mom always speaks delicious pizza. ماما دايما ايه بيتزا لذيذة. الاختيارات making, makes, does, doing. طبعا هنا هنقول makes delicious pizza يعني ماما بتعمل لنا بيتزا ايه جميلة. لما اجي اتكلم عن make يبقى بيجي معها صناعة الاكلات، يبقى هقول هنا make pizza يعني يصنع ايه بيتزا. number three. Can you space me a favor؟ هستخدم هنا do, make, have, bring. يبقى هنا علشان عندي بقول هنا ممكن تصنع لي معروف، يبقى أنا هنا هقول إيه do. يبقى أنا عندي كلمة favor بيجي معاها do. do. number four. The government is going to space a school and hospital in this area. الحكومة سوف إيه مدرسة ومستشفى في هذه المنطقة. عندي الاختيارات put on, put up, put off, put out. طبعا الإجابة هتبقى put up, put up، لأن هنا هقول إن هي الحكومة بتنشئ أو بتبني أو بتقيم مدرسة أو مستشفى في المنطقة، يبقى put up بمعنى يبني أو ينشئ. number five. He studied hard, space succeed. هو ذاكر بجد وكلمة succeed ينجح. عندي so as not to, so that, in order that, in order to. يبقى الإجابة بتاعتي in order to اللي هي معناها لكي ينجح، in order to دي بتساوي to، بيجي بعدها verb infinitive الفعل في المصدر. number six. He ran space fast that he won the race. هو جرى إيه بسرعة لذلك هو فاز بالسباق. عندي enough, so, to, such. طبعا الإجابة هنا هتبقى so، لأن هنا هقول إيه، لأن هو جرى بسرعة جدا لكي يفوز بالإيه بالسباق. يبقى so صفة ذات بعد كده complete sentence جملة كاملة. number seven. We study hard in order that space get good marks. يعني إحنا ذاكرنا أو بنذاكر بجد in order that لكي get good marks يعني نحصل على درجات جيدة. عندي هنا we will not, can, we could, we may. تمام، انا عندي in order that بيجي وراها جمله كامله، والجمله الكامله دي بتتكون من subject وبعدين بحط modal verb اللي هو will او can او may. طيب انا عندي هنا اتنين، تمام، انا عندي we will not و we may الاتنين present عشان الجمله الاولى present. طب لو كانت الجمله الاولى past كنت احط we could او we would او we might، بس هنا الجمله لازم احطها في الاثبات، احنا بنذاكر علشان نجيب درجات عاليه، يبقى الاجابه بتاعتي هتبقى we. we may. number 8. don't space troubles. جايب لي هنا do, make, have, put. يبقى انا عندي كلمه troubles مشاكل او مصاعب يجي معاها make. rewrite. number one. good students never delay their homework. التلاميذ الجيدين ما بيأخروش ابدا واجبهم. عايز استخدم put off. طب احنا عندنا put off معناه يؤخر او يلغي. طيب احنا هنشيل كلمة ايه من الجملة؟ هنشيل كلمة delay ونستبدلها بكلمة put off، وهنقول good students never put off their homework. number two. it takes me 15 minutes to wear my uniform. يعني استغرق معايا او اخد معايا 15 دقيقة علشان ارتدي الملابس بتاعتي. فهنا عايزني استخدم كلمة put on. احنا عارفين put on بمعنى يرتدي. يرتدي. يبقى انا هشيل كلمة wear من الجملة واحط بدلها put on. يبقى هقول الجملة بتاعتي it takes me 15 minutes to put on my uniform.
نمبر 3 هي از تو شورت تو بلاي باسكتبول، هو قصير جدا لدرجه ان هو مش هيقدر يلعب كره سله. تو تو معناها جدا لدرجه ان لا، وتو الاولى بيجي بعدها adjective صفه، وتو الثانيه بيجي بعدها verb infinitive الفعل في المصدر. طب انا عايز استخدم هنا كلمه enough. enough معناها بشكل كافي، يبقى انا هقول كده ان هو مش طويل بشكل كافي انه يقدر يلعب باسكتبول، يبقى انا هنفي الفيرب عندي وهستبدل الصفه واجيب عكس الصفه وهقول هي isn't tall enough to play basketball، و enough بيجي لي قبلها adjective وراها تو والفيرب infinitive. نمبر 4 ذا فيلم واز سو بورينج اي كودنت ويت تو فينيش ات، الفيلم ممل جدا انا ما قدرتش او لم استطع ان انا انتظر ان هو ينتهي. عايز استخدم تو تو، احنا اتفقنا ان تو تو بيجي بعدها ايه، تو صفه تو مصدر. تمام، يبقى هنقول ايه هنا، يبقى هقول ذا فيلم واز تو بورينج تو فينيش، انا جبت هنا الصفه اللي هي بورينج وحددت الفيرب من الجمله الثانيه اللي هي فينيش وكتبت تو الصفه تو الفيرب، ذا فيلم واز تو بورينج يعني الفيلم ممل جدا تو فينيش على اني اقدر اخلصه، زي ما قلنا ان تو تو معناها جدا لدرجه ان لا. نمبر 5 ذا فيلم ووز انترستنج، الفيلم ممتع جدا او شيق جدا، اي واتش ات توايس، انا اتفرجت عليه مرتين. طيب انا عايز استخدم هنا ساتش ذات، ساتش ذات بيجي بعدها ايه، قال لي انا بحط الاول بروناون عندي ضمير وبعد كده فيرب تو بي وبعد كده ساتش بحط بعدها ايه او ان بعدين الادجكتيف والناون وبعدين ذات والجمله الثانيه زي ما هي. زي ما هي. تمام، يبقى الاجابه بتاعتي هتكون ايه، ات واز ساتش ان انترستنج فيلم ذات اي watched it twice. يبقى انا عندي اهي such جالي قبلها ايه البروناون pronoun كده verb to be و such جالي بعدها adjective وبعدين noun وذاته جمله كامله. السؤال اللي بعد كده بيقول لي fill in، هنكمل الفراغات بالكلمات اللي عندي. عندي كلمه location موقع، greedy طماع، host مضيف اللي هو بيضيف ناس عنده يعني، affairs يعني شؤون، و income دخل. نمبر 1 بيقول لي both parents are equally responsible for their family، يعني الاب والام الاثنين بيكونوا مسؤولين مسؤوليه كامله عن ايه الاسره بتاعتهم، عن شؤون الاسره بتاعتهم، يبقى انا هستخدم هنا كلمه affairs. نمبر 2 it's bad to be space to take more than you deserve، يعني من السيء ان انت تكون ايه علشان تاخد اكتر ما تستحق، يبقى في الحاله دي هتكون ايه، جريزي طماع. Number 3 life has become too expensive for many families to live on low space، يعني الحياه بقت صعبه او غاليه جدا لبعض الاسر او الكثير من الاسر ان هم يعيشوا بايه منخفض. هنقوله طبعا هنا income بمعناها دخل او دخل ايه العائد المادي يعني. Number 4 Egypt is ready to space international championships، يعني مصر بتكون جاهزة ايه البطولات العالمية، يبقى هتبقى host يعني تضيف البطولات العالمية.